catch 'em all. ازيكم يا شباب، والنهاردة علي بلوكس رجع لكم في فيديو جديد. والنهاردة يا شباب هنلعب مع بعض لعبة حلوة قوي واسمها ماين كرافت. والنهاردة الفيديو بتاع النهاردة مميز عشان معانا انا وباقي جدعان. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا وعلي هنلعب ماين كرافت سيرفر دلوقتي. يلا يا علي ندخل ونوريهم اكتر على الفيديو. يلا واللعبة كونكتينج تو ذا سيرفر. يلا دخلت. ايوه احنا النهارده يا جماعه احنا هنلعب سيرفايفل، ومش عارف هو ليه دخلنا كرييتيف. ايوه خليك كرييتيف، انا بحب اطير. احنا مش هنطير، احنا هنلعب سيرفايفل. ويا جماعه احنا هنلعب خلاص يا علي. يلا يلا انت فين؟ تي بي. استنوا يا جدعان اهو. يلا يا علي عشان نبدا نلعب ماينكرافت. علي جديد للعبه ما بيلعبهاش خالص، مش معاش كلام. ايوه دايما يقول لي تيجي نلعب ماينكرافت، اقول له لا تعالى نلعب روبلوكس. وطبعا يا جماعه استنوا على القناه دي، في مفاجاه جايه بعد يومين او ثلاثه، فخليكم سبسكرايب ومفعلين الجرس عشان تتابعوا، عشان في مفاجاه هتعجبكم جدا جايه. مش هنقول لكم عليها عشان هتعجبكم جدا. المفاجاه دي ايوه مش هنقول عليها خالص عشان المفاجاه دي هتعجب الناس جدا. اكيد خدي معانا يا جدعان، وهيبقى فيه مفاجاه بصراحه. انا مش عارفه ايه بس يلا. بس اقفل البي في بي. بس المفروض نعمل سيرفايف قبل ما الحته تبقى ضلمه عشان في مونسترز. ودي مش عارف انت بتخاف تموت. انا مش بخاف، بس انا مش عايزه اموت عشان انا ببقى معايا ريسورسز تحفه. واخر مره عملت سبون في الجنجل براندوم سيد، وكان في كيف كده مفتوح وكله مش لقيت دايموند، بس لقيت ايرون. ايوه انا مش مصدق نفسي. الله عليك. يلا انت بتعرف تعمل كرافت؟ انت بتعرف تلعب؟ الصراحة أنا عايزك تعلمني. ما تكسرهاش. طيب ماشي. مش أنت كسرت الشجرة وجبته صح؟ أيوة بس أنا مش عارف حطيتها فين. يا جدعان عشان هو بيخاف. دوس إيه؟ أنت لو أنت دوست إيه هيفتح لك حتة كده صح؟ أيوة. الحتة دي شفت 2 باي 2 مش أنت شفت سكويرز كده اتنين في أب 1؟ ايوه انا عايزك. صعب ان انت تعلم واحد سرفايفل. ايوه حط الشجر اللي معاك، حط الشجر اللي معاك في واحد من الفور كيوبز ده، وهيطلع لك حاجه تانية اسمها بلانكس. هو الصراحه انا حطيت الود دي في حته. استنى اجيب واحده غيرها عشان انا ما لقيتهاش. نجيب واحدة غيرها دلوقتي. أنا لقيت حاجة حلوة اليوتيوبرز بيعملوها، اللي هما لما لو أنت فضلت دايس على سي هيعمل زوم إن، وأنا بحب أعملها. والله يعني وأنا أعمل لك كل حاجة، يعني أعمل لك بيك أكس. طبعا يا جماعة الناس اللي مش عارفين رامز ده، لعبنا مع بعض لعب اسمها بيجي في روبلوكس. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت في الديسكريبشن، هيعجبكم جدا، روحوا اتفرجوا عليه. يا علي عشان تاخد الاتشيفمنت لازم تعمل بيك اكس. لا انت لازم تعمل مايننج بالبيك اكس. ممكن لحظه يا جدعان الجرافيكس مش عارف مالها. في حاجات هنا في حاجات هنا. طيب حطهم. يس واو. يا علي بص انا هديك بيك اكس وانت اعمل ماين بيه ستون. خلاص ماشي. انت عارف الستون صح؟ عشان انا حاسس ان انت مش عارف الصراحة. انا مش عارفه شوية. ستون يا حاج حسين. ايوه خد بيكاكس اللي ما بتعرفش تعمله. خدت بص في بص تعالى اوريك.
ده ستون ده. ايوه البتاع ال سيلفر ده بعد. ده اسمه ستون يا حاج حسين. انت مش بتعرف تعمل باركور؟ اصل دي عاليه. انت بتعرف تجري؟ يلا سيبك، ده اسمه ستون، انت لازم تمسك ده في ايدك وانت بتكسره عشان يسرع شويه، وعايزك تاخد ثلاثه خلاص؟ اثنين. اه بص انا خدنا اتشيفمنت. واو خدت اللعبه دي عشان ده يا جماعه دي تاني اتشيفمنت تاخدها في ماينكرافت. دي تاني اول اتشيفمنت يا حبيبي انت لسه واخدها. لا دي تاني واحده، خدت واحده قبل كده. طب انت معاك 3 صح؟ ايوه لا معايا 5. طيب هاتهم. انا بص لو دوست كيو هيوقع واحدة، انا عايزك تدوس كيو مرتين وانت ماسك الستون عشان انا عايز اثنين. ماشي واحد اثنين شكرا. بقى معايا 5 تاني. ايه ده انت خدتهم تاني؟ انا مش عارف ازاي بيت. ما انت خدتهم. ارمي ارمي اثنين، دوس كيو مرتين. ايوه هاتي. انا دوست كيو 3 مرات معايا 2. استنى ناخد واحدة تانية. وانت بتخبطنا، ده احنا عملنا على الارض اهي. روح روح على الارض كلها كلها. الله طعمها حلو تصدق. لا معايا 6. هات لي 3. 3 مش هنخلص. 2 3 طعمهم حلو صح؟ طعمهم تحفة. أنا هعمل لك أبجريد. استنى لحظة. مشترك بتكتيكال دي بقى، دي بقى يا علي حتتها. لا دي حتتك أنت اللي لازم تعمل بيكاكس. لا أنت اللي لازم. لحظة أهو يا جماعة، دينا أهو. أهو يا جماعة، هو معاه ستون، ده محظوظ جدا زي ما أنا قلت. عشان كنت بحسب عشان أنت لما أنت تعمل كرافت الستون بيكاكس يا دوب تعمل لها كرافت تاخد الاتشيفمنت، بس انت المفروض تمسكها وتاخد الاتشيفمنت. يعني انا ممكن اعمل له واحده وهو ياخد الاتشيفمنت. ايوه تعال خد الستون بيكاكس اللي انا عملته لك. تعال وانا ليه؟ فين؟ انا اهو دمشت. ما انت اخدت فول دامج، انت اول مره. هي جيت ان ابجريد. هاي انت. لا دونت مايند ديرت وذ بيكاكس يا حاج حسين. ماشي ما تخليهمش يقعدوا يضحكوا عليك خلاص. خلاص انت بتتفرج على اليوتيوب on how to play Minecraft. ماشي سرفايفل. هتلاقيهم هتقعد تقول هما بيعملوا ايه. طب يلا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل دلوقتي هقول لك احنا نعمل ايه دلوقتي. هات كتاب كرافتنج تيبل دي 2 hours later. برضو عملت كل حاجه. مش عارف انا بيجيبوا لي لوحدهم. ما اعرفش ايه دول جنبك. يلا ارمي. انت ما بتحركش كتير ليه؟ ايوه شكرا. ما عرفت. تعرف لو انت دوست على F5 بيعمل كده؟ ايه دلوقتي؟ يا حبيبي تعال تروح فين؟ طبعا يا جماعة رامز عنده قناة اسمها رامز رامبو زي اسمه في ماينكرافت. اللينك بتاعها هيبقى تحت في الديسكريبشن، روحوا اعملوا له سبسكرايب. ده على الشانل بتاعي يعني الفيورز بتوعي. لا الفيورز بتوعتي انا، ما تسمعوش اللي هو قاله عشان انتوا عارفيني، بس انتوا مش عارفينه. القناة بتاعته علي بلوكس ديسكريبشن زي ما هو قال. مش عارفة بقلبه ليه. يلا دلوقتي يا علي احنا يا اما نبني شيلتر يا اما نعمل سرفايف. احنا عملنا بوتل بيكاكس، تعال نحاول ناخد الابجريد اللي بعديه اللي احنا نجيب ايرون. شكلك مضحك قوي وانت باصص لي لفوق كده. وشكلك بيبقى مضحك اكتر لما انا بعمل عليك زوم. طيب البيتر بتاعه معلق زي ما انتوا سمعتوا يا جدعان. ده ويندوز 7 ويندوز 10 روبلوكس بريميوم. انت بتقول كده في الفيديوهات ده ما بي هو ما بيقولش كده في الفيديوهات لو ما كنتش تعرفه. هو انا ويندوز 10 روبلوكس بريميوم. ايوه بس للاسف روبلوكس بريميوم بتاعي قرب يخلص وانا ده عامل يزهقني بالويندوز 10 روبلوكس بريميوم بتاعه ده.
بس للأسف. يا عادي على فكرة، لو انت ال wooden pickaxe ال stone pickaxe لو انت مسكته هتلاقيه أسرع وأقوى. أيوة. بص اعمل اللي انت بتعمله و ورقة جنبه، هسيب الفيديو بتاعه في الديسكربشن واتفرجوا على اللي هو عامله الكيك المعايا، وحاولوا اعملوا شير جدعان، اعملوا شير عشان الفيديوهات دي عايزينه ياخد فيوز كتير. احنا we work really hard on these videos وعايزين مساعدتكم اللي احنا ناخد اكتر فيوز في العالم. نفسنا والله. ما تسألوش انا بتكلم عربي ليه؟ عشان قناة علي بلوكس عربي. وعايز ان اتكلم عربي عشان كلمت عربي اخر مرة. تعالي ازيكم عاملين ايه؟ يلا انا نزلت من فوق بس الحمد لله ما خدتش دامج. انت فين؟ حبيبي انا فوق راسك. الحتة بدأت تبان. ايه ده صحيح ان احنا ما لقيناش اكل واحنا عاملين نعمل ايه؟ بس انا بخلي الدفي ايزي عشان يبقى فيه مونسترز، عشان احنا عايزين مونسترز. عارف ليه؟ ليه؟ عشان المونسترز دول لما احنا بنقتلهم اول حاجه بناخد اتشيفمنت. في خروف. شفت الاتشيفمنت؟ في تشيكن. اقتل اللي تشيكن. ايوه. ها. عرفت ايه؟ اديك سورد، اديك سورد. مش عارف. تعال. انا مش شايفك، الدنيا ضلمة خالص. علي البرايتنس. سلاش تي بي حقي حسين، حقي انا حسين. خد خد السيف. لا ما اتكسرش ده. ما اتكسروش ده اللي انا بعمل فيه سحر. ماشي. البتاع ده بعمل فيه سحر. أيوة. من اكبر الصخور بتتعمل. ها يلا فين المونسترز؟ او صح انا نسيت اعمل لنفسي سورد. خد بالك من المونسترز عشان انت ده اخر مره لما احنا كنا بنلعب عند صاحبي التاني بيحسبني انا زومبي وعمال يضرب فيا. طب انا زومبي ايه طيب يعني؟ لو حط تشيست عارف لو انت عملت رايت كليك هيتفتح. اوه عمرك شفت ده؟ شوف عمرك شفت الحركه اللي انا لسه عاملها دي؟ واو. اوه يا جدعان يلا يا علي عشان اقتل الفرخه المعفنه دي. بدي اخد بالك في وراك الزومبي. لو قتلت الزومبي ولا انت هتاخد اتشيفمنت. اقتله اقتله اقتله. ومتهيألي انا ده. لا انا خدت الاتشيفمنت. ايه ده؟ يو ريسبي انلوك. خدت روح تشيك يور ريسبي بوك. يلا بس انا هقتل الزومبي ده. انا عايز ايه ده؟ لا انت اقتله. قتل لفت كليك عليه مش عارفه جاي. تعرف اللي لو انت ضربته وانت بتنط يعني لو انت يا دوب وانت ناطط لمست الارض وضربته خدت خدت روتن فلاش. ممكن تديني روتن فلاش؟ فين؟ معيش. مش معاك؟ معايا. تعالي اللي تشيك معايا. هات استنى هديك واحدة. أنا معايا اتنين. أنت عارف أصل الواحدة دي مش عارف لما أنت بتاكل بيقول في الأتشيفمنت سنة المفروض تاكل 28 edible but not good things for you تاخد أتشيفمنت. أنا عايز أكل. إيه ده؟ إيه ده؟ مش دي كانت بتديك بويزن؟ بيبي تشيكن بيبي تشيكن بيبي تشيكن. مفيش غير وان تشيكن بس. انت رايح فين؟ انا شايف. استنى استنى انا لقيت كمان فرخة. هي الفرخة بتعمل ايه؟ بالبيت. تعال تعال. لا ما تقوليش معايا ريسورسز حلوة جدا. وانت اللي لقيت سكلتن. شفت السكلتن؟ شفت السكلتن اللي هناك؟ تقريبا. بس يا رب الكمبيوتر ما علقش وانا بحاربه.
يا جدعان احنا ممكن نعمل بورتو عشان ما الفيديو ما نطولش يطولش. عليك وما يعني تنساش كان تعمل قلت له انا لايك دمي خلص قليل. شير وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك احنا الفيديوهات هو احنا اول دلوقتي باول. والسلام عليكم. دلوقتي